الآن نحن في وسط دمشق، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، 54 شخص إعدامنا كان اليوم. لا إله إلا الله. بعد نص ساعة كلها راحوا مثل الخنازير. خنازير. مثل الخنازير. تخيلوا معايا إخواني أخواتي، الفرج يجي من عند الله. 54 واحد مساكن كانوا غادي يتعدموا في هذا النهار هذا اللي ربي دار لهم الفرج وطرد هذاك الديكتاتوري وكانت النهايه ديالو. يستاهل بصراحه. انت يا اللي كنتي الانسان كتصيفطو صحه كديوه للسجن، ولكن ان الله يمهل ولا يهمل. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. عاش الملك، والله العظيم لا ديما مفتخرين بك وديما رافع لنا راسنا الفوق. الله يشافيك. وبغيتكم إخواني أخواتي كاملين دعوا مع جلالة الملك. اليوم راه دار عملية على الكتف ديالو اليد اليسرية، والحمد لله العملية نجحت وكل شيء بخير وعلى خير. الله يطول لك في عمرك والله يخليك لينا سيدنا. والله العظيم إلا كان افتخروا بك من اللي في العالم كل شي كيحبك، سواء مغاربة سواء ماشي مغاربة، إلا واحد الجهة الله يحضر السلامة والله يعفو عليها، أمراض بشي حاجة سميتها المروك. وبسبب عندنا ملك كيبغي الشعب ديالو، ملك ناجح في الأعمال ديالو، ملك عنده واحد الرؤية صائبة للأمام، ودائما الملك والشعب ديالو غادين كيتقدموا، والبلاد غدا الحمد لله ولا خوف عليها ما دام عندنا ملك بحال محمد السادس الله ينصره ويطول في عمره. نعم، آخر الأنظمة الدكتاتورية نظام الجزائر الذي دعم بشار الأسد على مدار 14 سنة، منقول له طبون جايينك، ترانا جايينك يا طبون، رح نعمل سفارتكم في سوريا ما رح يضعهم، ورح ندفع مصاري لكل واحد بده يشخر سفارتكم. نعم، ويسقط كل كرغول متغيرين. نعم، سقط النظام امبارح كنا نحكي حكي ناعم، اليوم سقط النظام خلاص. ورطن سوريا ودعم للنظام السوري الجزائر ومصر بالسلاح والقذائف وكل عدو. نعم، شوفوا فرق كبير. تصويرة ديال الملك فين كتهز وكيفاش مكبرين به وتيقولوا عاش الملك، عاش الملك الحبيب، وهما تيقول لك النظام الديكتاتوري والنظام ديال الكراغلة والنظام ديال التبون غاد نديروا السفارات، غاد نديروهم طواليطات مراحيض عامة، وغاد هما يخلصوا اللي يمشي غادي يتبول على السفارات ديالكم، وغادي يبقوا يتبولوا على التصاور ديالكم. تخيلوا معايا كدعموا واحد المجرم، واحد الانسان اللي كيتعدى على الاهل ديالو وكيتعدى على الشعب ديالو، وانتم كدعموه. تخيلوا فلوسكم كامله فين مشات، كدعموا بحال هاد الناس هادو. قبح الله سعيكم، نوبتكم قربات، حتى انتم نوبتكم قربات. مليون شهيد كذا. شوف الرجال، شوف تبارك الله الناس اللي ما كيبغيوش الدل وما كيرضاوش بالعار. والله العظيم الا فرحنا الاخوان ديالنا في سوريا عاد غادني يرجعوا مساكن الاهل ديالهم، وغادني يرجعوا البيوت ديالهم، وكاع هذوك اللي كانوا مساكن مطرودين ومهاجرين، والحمد لله لقاو جلاله الملك دائما مرحب بهم، ودائما عايشين معززين مكرمين في بلادهم الثانيه. ودابا الحمد لله ما نكروش الخير، ما نكروش الخير اخواني اخواتي، وكيشكروا المغرب وكيشكروا جلالة الملك. شوفوا إخواني أخواتي هادو مساكن 10 سنين، 10 سنين مساكن تشدوا هكاك ظلما وعدوانا، 10 سنين وهما مشدودين. أنتم الله أكبر، 10 سنين الله أكبر، مساجين يحيى، الله أكبر، الله أكبر، واحد مسكين ما فاهم والو، تيقول لهم ايش اللي صار، تيقول له سقط النظام. والله العظيم الا خارج فرحان مسكين، وغادي يمشي يشوف الاهل ديالو ويشوف العائله ديالو. والله العظيم الا فرحنا لكم. تخيلوا معايا الشعب مسكين كيموت بالجوع والقمع، وهو داير مدينه غير تحت في واحد النفق
دايره كل ساعات فاخره ودير شحال ديال الفراده وشحال ديال الاسلحه والحمد لله. فينا هو؟ شكون اللي قبل عليه؟ راه هو دار اللجوء السياسي. تخيل من حاكم مشيتي دير اللجوء السياسي، شكون غادي يقبل عليك الا روسيا اللي كانت كتستخدمك وكانت دايرك بحال شي بيضك كتحولك هنا وكتحركك ليه وباقين. يعني تخيلوا معايا اخواني اخواتي، ملي يكونوا واحد الناس كيهضروا بما قال الله وما قال الرسول وهما كيغدروا في خوتهم المسلمين وكيغدروا في خوتهم العرب، والله العظيم الا كان مرق انا ملي كنشوفكم كتهضروا بحال هكاك وانتم ما كتقدروش تحركوا ساكنا تتركعوا لدوك الناس اللي كيامروكم، انتم ما كتخافوش من الله اكثر ما كتخافوا من هذوك الناس اللي كيعطيوكم الاوامر. عقبة اخواني اخواتي الاخواننا فلسطين، الله يدير لهم التاويل ديال الخير ونشوفهم شي نهار حتى هما محرين وعايشين بالسلم والسلام وعايشين لهنا وعايشين الحريه ديالهم. وتحياتي لكم جميعا وتبارك الله عليكم.